بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. لقائنا اليوم مع أصحاح 40 من سفر أشعياء النبي ورسالة بعنوان عزوا شعبي. هذه الآية وردت يا أحبائي في عدد واحد، يقول عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم، نادوا بأن جهادها قد كمل وأن إثمها قد عفي عنهم. في نفس الإصحاح بيتكلم عن رسالة قديس يوحنا المعمدان في عدد 3، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. كل هذه الإصحاحات يا أحبائي من عدد 40 إلى عدد 55 بتتكلم عن استعداد الله ولتحرير شعبه ولإنقاذ شعبه، وبالتالي يردهم ويرجعهم من السبي. رسالة مليانة بالفرح وبالثقة، وعشان كده من أجمل الرسائل أو من أجمل الإصحاحات بالأخص في أصحاح 40، 41، 42، و43. وتكلمنا عن هذه الإصحاحات إنها جاءت في النبوة الأسبوع الماضي لما كنا تكلمنا عن الإنسان المخلع، لما في اجتماع الإيمانيات خاطي وطبيب شافي، وقلنا إنه الأسبوع ده بالذات ذكرت هذه الإصحاحات من أصحاح 40 إلى أصحاح 43، نسبة لأنه فيها فعلا تعزية كبيرة، وده اللي بدأ به الإصحاح، عزوا شعبي يقول الرب. الإصحاحات بتتكلم كفكرة عامة قبل ما ناخد الرسالة بتاعتنا، بتتكلم عن اليهود، أو بتتكلم لليهود اللي كان حيجي في وقت من الأوقات إنه حيحصل ليهم عملية السبي، اللي نقلوا إلى بابل في السبي البابلي على يد نبوخذ نصر. ده كان بعد خراب أورشليم. الآباء يقولوا إن النبوات دي كانت 100 سنة قبل ما يحصل موضوع السبي. والسبب في لو حبينا ناخد المرجع بتاع أحبائي في ملوك الثاني أصحاح 25 ومن العدد 8، يقول كده: في السنة 19 للملك نبوخذ نصر ملك بابل أحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم، وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أسوار أورشليم مستديرا حدمها. وفي عدد بعد كده عدد 11، وبقية الجمهور سباهم نبوذردان رئيس الشرط. يبقى إذن كانت هذه النبوة قبل. معناها إيه يا رب؟ معناها إن أنا بهيئ هذا الشعب بالتعزية، وهو اسمه أبو الرأفة وإله التعزية. لو شفنا في أصحاح 63، في أشعياء 63 يقول كده: كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم يقول الرب. وفي أصحاح 12 في أشعياء برضو أخذناها: من إله غيري يعزي. كل هذه الأمور في كورنثوس الثانية أصحاح واحد يا أحبائي، معلمنا بولس الرسول يقول كده: مبارك الله أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي عزانا في ضيقتنا. التعزية دايما تواسي الإنسان، تخفف عن الإنسان، تطيب قلب الإنسان، تدي للإنسان سلام وطمأنينة. هكذا أراد الله أن يعطي شعبه. وبهذا الفرح وبهذه الثقة كان شعب بني إسرائيل، شعب اليهود في السبي. شيء واحد لا يمكن إن هو كان ينساه شعب بني إسرائيل طوال السنين بتاعت السبي بتاعتهم، إن هم السبب في
في هذا السبي هو بسبب الخطية بتاعتهم. يعني كل اللي جرالهم في السبي إنهم ينقادوا إلى السبي بسبب الخطايا بتاعتهم. حتى وإن كانت يقول كده الآباء الحياة في بابل مريحة وطيبة، لكن في حد ذاته الإحساس بالذنب وتبكيت الضمير في حد ذاته يخلي الإنسان باستمرار متألم. عشان كده جاءت رسالة الله ليهم. لربما هذه الكلمات لما بنسمعها في هذه الأيام، التعزية والسلام والطمأنينة، احنا بنلاقيها كلمات عادية سمعناها مألوفة بالنسبة لينا. لكن تخيل شعب لسه دخل في مرحلة بتاع السبي، تخيل انه هو موجود زي كأن إنسان مأسور عليهم، يعمل إيه؟ يتذكر في يوم من الأيام الله أعطاهم هذه التعزية. تكون ليها إيه؟ تكون ليها صدى مختلف تماماً عن الإنسان المتألف إنه هو يسمع هذا الكلام. عشان كده إحنا لما بنقرأ الكتاب المقدس باستمرار يا أحبائي، عشان تتجدد في آذاننا وفي قلوبنا كلمات الله ووعود الله، مش مجرد إن إحنا بنقرأ خلصت كتاب مقدس أقوم أقرأه تاني مجرد قراءة، لا، عشان تتجدد وعود الله في قلوبنا أحبائي. وده هنا الوعد بالحياة الجديدة والحياة والحرية مع الله. الجزء ده يا أحبائي يدهونا من عدد 1 إلى عدد 11، وكأن الرسالة كل ما تسوء الأمور قدامنا، كل ما الدنيا تسود قدامنا، زي ما شفنا يوم الأحد الماضي الإنسان الأعمى مولود أعمى في الظلمة بتاعته، لكن هناك دائما في إيه؟ في نور. لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. علينا أن احنا نتمسك بوعود الله الثابتة للأبد. في الجزء دي أحبائي يقول لنا كده في عدد 11، كراع يرعى قطيعه بزراعه، يجمع الحملان وفي حضنها يحملها ويقود المرضعات. نلاقيه إنه هو الراعي الصالح. الله ينظر إلينا بعين الراعي الصالح اللي قال عنه داود النبي: الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو نفسه رب المجد يسوع قال لنا كده في إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 10، الراعي الصالح: أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. إلهنا القدوس اليوم يطمئن نفوسنا يا أحبائي. كنت أريد أن أكمل إصحاح لكن أكمله بنعمة المسيح بكرة يا أحبائي، حتى ندرك بهجة وروعة هذا الإصحاح يا أحبائي. مسيحنا القدوس يطمئن نفوسنا، وفي وقت الشدة يدينا أن احنا نشعر دائما بهذه التعزية. حط تذكر قول المزمور، مزمور رفعت عيني إلى الجبال، هوذا لا ينعس ولا ينام حافظا حافظك يا إسرائيل. فعلا هو الراعي الصالح اللي يعرف خاصته، هو الراعي الصالح اللي يعزي أولاده، هو الراعي الصالح اللي يخفف، بل وأكثر من كده يدي طمأنينة للإنسان ويقول لهم كده إيه لأورشليم: هو الراعي الصالح، هو الفادي اللي جاء عشان يغفر الخطايا، طيبوا قلب أورشليم. ويقول لهم كده: جهادنا قد كمل، اسمها قد عفي عنه، طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. آخر حتة في الجزئية دي يا أحبائي، وهي عزوا مين؟ شعبي. الله بالرغم من أنه هو شعب بني إسرائيل عاند وكان يعبد الأصنام زي ما هنشوف بكرة في رسالة بكرة يا أحبائي، وكان هذا السبي هو بسبب خطية بتاعتهم، لكن ما زال الله يقول لهم كلمتين: أنتم ما زلت شعبي وأنا ما زلت هو إلهكم. عزوا شعبي يقول إلهكم. ليتنا اليوم يا أحبائي ننظر إليه الراعي الصالح الأمين والمؤتمن في وحياتنا، مؤتمنة في إيديه يا أحبائي. هو اللي يطمننا، هو الذي يمسح الدموع من عيوننا، هو الذي يطيب قلوبنا، هو الذي يشبر كل كسر في حياتنا. ثق وآمن، هو إله التعزية. أنا هو معزيكم يقول الرب.
له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.